كبير. الحمد لله سفيق، الحمد لله سفيق. ايه كنت بتحلم ولا ايه؟ كابوس يا سفيق، كابوس. طب ايه ده؟ خد اشرب شوط الماء دول. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة. الخير حلمت بايه؟ الخير اللهم اجعله خير. حلمت ان انا وانت يا سفيق خارجين من فرح ورايحين نركب العربية المرسيدس الحلوة اللي انت بتسوقها. وبعدين؟ وإيه البيئ وفاجأ عصابة داخلة علينا بدبابة خطفتك. دبابة؟ قعدت أبص يمين أبص شمال عايز أحصلك، لقيت حصان، رحت راكب الحصان. حصان؟ قعدت أجري بالحصان درجن 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 ورا الدبابة لغاية ما زنقت عليها عند الإمة كده. فجأة لقيت هليكوبتر جاية من ورانا. هليكوبتر؟ وعمالين يقولوا سلم نفسك يا سفيق، سلم نفسك يا نعناعة. فجأة العصابة وقفت بالدبابة وراحوا مطلعينك وراحوا ماسكينك كده، قالوا لو جيت جنبه هنموته وراحوا قاطعين راسك يا سفيق. قعدت أصرخ ليه بتقطعوا راسه؟ راحوا مدحرجين راسك على الأرض، راسك قعدت بتتدحرج تتدحرج لحد ما خبطت في رصيف، قامت مفتوحة فتحة كده قيمة غرزتين. لقيتك عمال تعيط وتقول لي الحقني يا نعناعة الحقني، ورحت مت. قمت انا مصرخ بقى على صوتي سفيق، وصحيت من النوم. يعني انا ما متش لما راسي اتقطعت ومت لما خبطت في الرصيف؟ سبحان الله. طب سيرها ايه دي؟ راسي لازم نسال سيخ. طب لا مؤاخذه في السؤال، يعني انت بتحلم زينا؟ طبعا بحلم يا سفيق، مش بني ادم زيكم، بس الحلم بتاعي ما فيهوش صور، صوت فقط، اوديو. الذاك الاصفر متسالي يا غبي. استر. يلا يا ماسترو تاخرنا على الشغل. مافي مافي. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبحنا الصباح الملك لله، الطريق فاضي. انطلق يا ماسترو. صباح الخير يا غالي، الله يرحمك. صباح الخير يا غالية. ايه ده؟ صورة امي فين؟ صورة امي راحت فين؟ الصورة فين يا ناس؟ ايه 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 صورة امي فين؟ صورة امي فين يا سفيق؟ صورة امك ايه يا عم؟ وقع على الارض. وايه اللي وقعها على الارض؟ تلاقي حد كان بينضف. تصدق الحبل مقطوع. الحبل اتقطع بفعل فاعل يا سفيق. ازاي يعني؟ الحبل اتقطع بفعل الهانم. لا مؤاخذه سفيق، الهانم اللي مفكره ان البيت بقى بيتها ومستايقه صوره امي ولسه هي عايزه في خيرها ومستايقه صورتها. الهانم فهمهم يا سفيق، صوره لو ما اتعلقتش في خلال خمس دقايق اقسم برب العزه. طيب طيب طيب. والله العظيم ثلاثه. طيب. لو تم تتعلق هذه الصوره في خلال خمس دقايق والله العظيم ثلاثه. لاحظ ان الخمس دقايق عدوا. فهمه يا سفيق. طيب. انت عارفني لما بتعصب انا ما بسوسش قدامي. طيب طيب خلاص. والمصحف ما بسوسش قدامي. روح انت الشطف وانا هتصرف. والمصحف والله العظيم ثلاثه. والله السماء لو الصوره ما اتعلقت في خمس دقايق اقسم برب العزه وعزه جلاله الله لو الصوره ما اتعلقت في ثلاث دقايق والله العظيم ثلاثه. بتحلم بقالك ساعه ما قلتش هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اقسم برب العزه
وعزه جلاله الله. انت حر الا صوره امي. صوره امي ما تتحطش كده. اخرج من الحمام الاقي الصوره متعلقه. الا صوره امي، الا صوره امي. اقسم برب العزه وعزه جلاله الله. سامع قله ادبه؟ صوره ايه؟ قال يعني بيشوف. صباح كبرت دماغك، ما تشغليش نفسك. بقولك ايه، قومي علقي له الصوره. انا عارف الواد ده كفيف وغرغري. يلا يا اختي احط له الصوره. طب وحياة سيدي يا قلت انا مرياه. الا صوره امي. ماري اسود عبيطه دي ولا ايه؟ قايل لها مليون مره ما تحط في قمصان نومها هنا في الحمام. مفيش فايده، البيت ده مش هيجيبها معايا لبره. يا ساتر. وبعدين بقى، وبعدين الصابونه يا غجر. قايل لكم مليون مره محدش يسيل الصابونه من مكانها. راحت فين الصابونه الزرقاء؟ محدش يسيل الصابونه تاني من مكانها. صابونه تتحط، كل حاجه تتحط في مكانها. يا انا انتم بقى. انا هخليها خيفه دي، دي هتبقى خيفه بعد شويه. الله يا اخويا، غصب عن حبه عينيك تعلقيها. صوره امي ما تتحطش في الارض ابدا. ايوه كده. صباح الخير يا طهره. صباح الخير يا عفيفه. الله ما عايزين الا بدعائك يا حاجه. كنت هتدعي ازاي وانت على الارض بس؟ يلا يا نعناع، يلا يا مايسترو. أيوة عايزين نلحق الشغل. علقتها اهي، جيت الا بالسك. ساتر يا رب على دي وليه يا ساتر. خلاص يا عم لازم تعصبني على الصبح. خلاص يا عم اشتري دماغك، يلا البس بقى، عايزين نلبسك بقى. الله يكرمك يا سفيه. والله ما عارف انا من غيرك كنت هعمل ايه. انت عينيا اللي بسوف بيها. يا عم ما تقولش الكلام ده، ده انت حبيبي يا مايستر وخدمتي ليك متعه. الله كلام، الله على الكلام. والله انا حاسس انك انت ملاك اتبعت لي من السماء. اقول لك على حاجه، احساس خاص بيا يعني. انا حاسس ان وسك يا ولدي بك نور، كانك بتشوف بالظبط. لا والله من غير هزار بجد يعني، لو ينفع ادي لك عينيا ولا ايديا ولا رجليا، والله العظيم ما كنت استخسرتهم واديتهم لك. ما انا ما بعملش بيهم حاجه. استف. انا قلت لك 100 مره يا مايسترو الكلام ده بيحرجني. تتكسف تتكسف، انا اللي مكسوف منك. والله العظيم ده في انا اللي مكسوف منك، ومعارف اودي وث منك فين. بتاكلني وتسربني وتلبسني وتوديني مساويري، يا وكل ده لله كده بلا مقابل. بلا مقابل يا مايسترو؟ وانا باخد منك مرتب كل اول شهر. ولا ملايين الدنيا تكفيك اخلاصك ليا يا سفير. طب يلا يا استاذ عشان تلبس الجزمه. لا بلاش حكايه الجزمه دي بقى، بتكسفني. يلا بس. لا بجد بتكسف يا سفير، بلاش حكايه الجزمه دي. 15 سنه بتكسفني، بلاش يا سفير. والله العظيم بتكسف. خلاص لبستك الاولانيه، هات الثانيه، هات الثانيه. اهي دي بتكسفني بقى اكتر من الاولانيه. يلا. لا بلاش التلميع بقى، انا هلمعها، انا هلمعها، انا هلمعها. خلاص خلاص لمعتها. يلا بينا بقى احسن هنتاخر. نظارتك الحلوه ماشي يا عم. الزكت. يلا يا ريس. ده البدله الكحلي. ايوه. ولا اجيب لك الجاكيت الاخضر والبنطلون البني؟ جاكيت اخضر على بنطلون بني. انت ما عندكش ذوق يا انا ولا ايه؟ لا كده سياكه سياكه سياكه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انت ماشي ليه بالجنب؟ مش عايز اشوف صباح. يلا صباح النعيشه. على مين؟ صباح الخير يا استاذ نعناع. صباح الخير يا قمر. طب انا مستنيك تحت. ها ثواني وهحصلك يا سفير. ازيك يا قمر؟ اخر طول ما انت بخير. خد السندوتشات دي. والله ما عارف يا قمر، لولا قنبلتين الفول بتوعك اللي تدهم لي الصبح ما كنتش عارف حواصل الشغل طول النهار ازاي. ده من بعد خيرك يا استاذ نعناع. الله يكرمك. الايجار اهو. ايجار ايه؟ ايجار ايه؟ ايجار ايه وبتاع ايه يا قمر؟ عيب الكلام اللي بتقوليه ده، دول 5 جنيه عمي. انتوا فاكرين ايام الرخص؟ خليهم لي على اخر السنه، على الاقل يبقى لهم منظر وانتوا بتديهم لي. يلا يا استاذ اتأخرنا. نازل يا سفيق، اصبر شويه نازل. مش عايزه حاجه يا قمر اجيبها لك وانا راجع من الشغل. عايزه سلامتك. خلي بالك من نفسك. سلام عليك. اجي انزلك. تنزلي مين؟ ده بيتنا وانا حافظ سلمه سلمه. خد انت لا تقع من على السلم. مع السلامه. فين؟ يا استاذ فين؟ ايه يا عم هات الرصيف.
انا مش فاهم يا استاذ انت بتجيب نفسي منين تتكلم على البنت دي. بس يا سفيه بنت غلبانه وبتحبني من زمان. عاجبك ايه يا استاذ انت بتصدق؟ يا استاذ ده عارف ان انت مارش ابوك سايب لك عربيه وبيت بتشتغلك يا استاذ بتشتغلك. بس يا سفيه بتستغلني ده ايه؟ بنت بتحبني يا اخي. ده انا اعرفها من زمان من ايام ما كنت بسوف. قبل ما اعرفك انت قبل حتى العربيه السودا اللي اتعاملت فيها ديت كنا بنلعب في نفس الحاره ديت. كان انا عندي 12 سنه وهي عندها حوالي 7 سنين بس كانت قمر صعرة اصفر وعينين خضراء اسم على مسمى قمر وهي قمر والله. قمر ايه بس اطلع الرصيف اطلع دي وشها دلوقتي اقطع السفر من البيت. ايه اللي دخل السفر في البيت يا سفيق؟ عينيها بقت حمراء شعرها بقى مكتكت وشها بقى عليه غضب ربنا من كتر المشي الوسخ اللي بتمشيه. استغفر الله العظيم استغفر ربك استغفر ربك يا اخي. يا سفيق يا اخي مش عارف تطلع العربيه بره الجراج تحطها قدام البيت بدل النزله السوداء اللي بتنزلها كل يوم دي. ما نعمل ايه العيال في الشارع عيال واطيه ومش هيسيبوا العربيه في حالها. على رايك عرفت ايه حكايه المسامير اللي طالعين فيها اليومين دول؟ كل عيل معاه مسمار وماسي حك. شفت انا ما شفتش انا سمعت الحكه. قسطا صباح الخير يا استاذ نعناع. اهلا صباح الخير يا فاروق. على مالك. صباح الخير يا استاذ شفيق. صباح الخير يا اخويا صباح الخير. على مالك على مالك. اركب اركب يابا. ماشي ماشي يا حبيبي ماشي يا حبيبي الروح عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. ايه الخدس ده يا جماعه؟ امال يعني لو مش بنركن العربيه في الجراج اروح اركنها فين بعد كده؟ فوق السطوح؟ يا عم ما تكبرهاش يا عم دي حاجه بسيطه. بسيطه ايه بس يا سفيق؟ عربيه لونها اسود اي خدس فيها بيبوظ منظرها يا جدعان. انت زفت يا فاروق. ايوه يا استاذ نعناع. العربيه تتطوق ليل ونهار يا فاروق لان التراب لما بيجي على اللون الاسود بيبقى منظر العربيه زباله. دي عربيه انتيكه يا جماعه وكمان الباب ازيق العربيه اتنضرت يا سفيق والمصحف الشريف. لا لا مفيش حاجه يا مايسترو مفيش حاجه. عايز تودينا بتاعي بتضحك على ايه؟ هي حكايه موت من الضحك. اذا كان مش حالي لك الدنيا على شويه تراب وخدش بسيط امال لو عارف انك انت قالبها له تاكسي. يا سفيق ايوه اتاخرني يا سفيق. ايوه اهو جاي لك. يا سادي ما اتاخرناش ولا حاجه. يا الخدس ده معاك مني. لا يا حبيبي مفيش حاجه اهو. ميامي يا اسطى. ده بيقول لي مين ميامي ده يا سفيق؟ مش لينا مش لينا. لينا ده ايه ده صوته خرم وداني. بقول لك يا استاذ مش لينا ده تاكسي لازق فينا. رشدي على البحر. واحنا اتعرفنا رشدي على البحر ولا في بيتهم يا جزمه؟ على السفره يا اسطى. يا اخي حرام عليك خضتني. ايه ده احنا راكبين تاكسي يا سفيه ولا ايه؟ لا ده مش لينا ده تاكسي لازق فينا. ده راسه دخلت جوه العربيه يا اخي. بقول لك مش لينا ده تاكسي لازق فينا. ده سابع تاكسي يلزق فينا. واحنا ايه ملزقين للدرجه دي؟ بطه مش لينا ده تاكسي لازق فينا. اسطى بقول لك سد شويه عشان نلحق الطابور. اهو وصلنا الحمد لله. سفيق شكلنا اتاخرنا كده. لا يا عم ما تاخرناش ولا حاجه. على مالك ما تنزلش؟ على مالك لا تتكعبل ولا حاجه. يلا يلا مش رصيف يا عم فتوح افتح للاستاذ. ما ايه قفلوا الباب كمان. افتح الباب يا فتوح اتكل على الله انت يا سفيق. طب عايزني بحاجه؟ لا اتكل على الله انت بس ما تاخرش عليا في الربوع. طيب افتح الباب يا فتوح انا العيال تقول ان في غلط في الطابور. حضرتك الناظر منبه عليا ما افتحش الباب طول ما الطابور شغال. فتوح ما تبقاش رخم العيال هتغني النسيد لوحدها ازاي يغلطوا في النسيد؟ افتح يا اخي. ما فيش نسيد. لا اله الا الفصول على طول. يعني ايه ما فيش نسيد؟ والله العظيم ثلاثه ده انا ابوظ الدنيا اروح الوزاره افتكيكم. انا بقول لك اهو افتح الباب احسن انا هنخرب الدنيا دلوقتي. ابو سيادتك ابو سيادتك ما تودينيش في داهيه. وبعدين وبعدين انا عارف مين اللي ورا الموضوع ده. هو الاستاذ سيد اهو. حضره الناظر دخل مكتبه. اتفضل ادخل. اوعى ايدك ما تلمسنيش. اجي اوصلك. توصل لي ليه؟ مكسح انا ولا مكسح؟ اتك على الله خالص. اوعى ايدك اوعى تلمسني. ايه بس عايز حد يوصلني يا اخي؟ سايفني بخبط وصلني. ده انت يا فتوح انا عارف حركاتك. اقسم برب العزه ما انا سايبك وعزه جلاله الله ما انا سايبك والمصحف الشريف ما انا سايبك. بتوقعني يا فتوح؟ امشي امشي. يا انا انتوا في المدرسه دي يا انا انتوا
ما في يا سيد. اللي حيتأخر بعد كده يجيب معاه ولي عمره. صباح الخير يا أستاذ سيد. صباح الخير يا أستاذ يا مبجل. يا أستاذ سيد قلت لك 100 مرة بطل ضرب الأولاد عشان ده أسلوب مستبوي. خليك في المزيكا بتاعتك وانت جاي متأخر برضو يا مبجل. راجل مبجل ايه وقرف ايه؟ الله انت محجبها البر. انا حبلك بيك الوزارة يا سيد. الله يفكلي حبلك بيك الوزارة. يالا يالا اللي وقع في الأرض ده سيبوا الآلات مكانها، سيبوا الآلات مكانها، اوعى حد كلها في الأرض. اخفى عليكم، مفيش فايدة فيكم والله. الله الله الله، إيه اللي في حاجات واقعة في الأرض على سلة على سلة. صباح الخير يا ولاد. امال الواد سعيد ما جاش ليه النهارده؟ انا موجود اهو يا استاذ. انا قصدي على الواد سعيد ابو سعر الكتكت. مالي يا استاذ؟ يا خساره، مع ان الواد ده صوته نساز وكان ممكن يبقى له مستقبل كبير في الغنى. يلا بقول لكم يا اولاد، عايزكم تسمعوني كويس في الاغنيه اللي جايه دي. هسمعكم اغنيه وطنيه، اغنيه غايه في الروعه، تبعث على الفخر والاعتزاز وتعطي شعور بالانتماء لهذا البلد. عايزكم بقى تسمعوها كويس عشان انتوا اللي هتحفظوها وتغنوها وتعزفوها في الحفله السنويه بتاعه المدرسه. ركزوا معايا. يا بلادي يا احلى البلاد يا بلادي، فداكي انا والولاد يا بلادي. في الولاد السمر السودان وصبايا البلد، ولا في العمل سهران في البلاد والعزم اتولد، ولا في النيل فأحضان الثجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر. أصله مع الدافع على مصر، أصله مع الدافع على مصر. يا حبيب يا مصر يا مصر، يا حبيب يا مصر يا مصر، يا حبيب يا مصر يا مصر. صباح الخير يا أستاذ عبد المنعم. صباح النور يا حضرة الناظر. قيام يا أولاد. قيام ده إيه؟ مفيش حد في الفصل غيرك يا أستاذ. يعني إيه؟ امال العيال راحت فين؟ بينضفوا الحوش. ومين اللي خرجهم؟ مش مهم مين خرجهم، حصة مزيكا يا سيدي وضاعت. لا لا مؤاخذة يا حضرة النظر، انا مش قادر افهمك. سيادتك بتقول كلام مش ولا بد. يعني ايه العيال تسيب حصة المزيكا عشان تنزل تنضف الحوش؟ هم تلامذة ولا زبالين؟ هم اللي بيوسخوا الحوش يبقى هم اللي ينضفوه. وسمعنا في حصة المزيكا بتاعتي يا حضرة الناظر، هي ايه؟ حصة المزيكا أصبحت الحيطة المايلة في وسط كل الحصص عشان كده الإرهاب بيكتر. وإيه علاقة الإرهاب بحصة المزيكا يا أستاذ؟ له علاقة يا حضرة الناظر، لأن المزيكا بتسمو بمشاعر الإنسان ووجدانه. عمرك سمعت عن كمانجاتي إرهابي؟ تسمو بالمشاعر؟ بلاش الشعارات دي يا أستاذ. وعلى فكرة الحفلة السنوية اتأجلت، مفيش ميزانية. سلام. كمان مفيش ميزانية؟ أخسارة. كان نفسي أخرج جيل سميعة ينتمي لزمن الفن الجميل بدل الإسفاف والابتذال اللي بنسمعه اليومين دول. أنا كل عمري بحب المغني وبقول بدل الليل يا نهار، وأما كتر الغنى عالفاكهة قلت أغنى أنا للخضار. الخضار 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 الخيار الخيار الخيار. يلا بقى
راح يتأمع والجدار يغزل برقوق واما الغنوة بتاعتي تسمع الشبات يرقص في السوق الشبات 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 قالوا جوافة وقالوا رمان وما فيش مرة قالوا بفنجان انا هغني كلام موزون وحقول كوسة واقول يا ليمون الليمون 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 اخضر اصفر مع اصفر مع اشفر الليمون 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 ونسمع احلى سلام للاقفاص اللي قاعده في الفرح هيقول على مين ده شكله هلج علينا يا كبير يبقى نهار ابوه اسود يلا بينا ناخدها من الاثار احسن باين الفرح هيقلب ضلمه 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 يا هتفرق معايا في ايه يا غبي ما هي ضلمه على طول معانا اركب بسرعه الموضوع كبر للدرجه دي قوي ايه اللي بيكسر ده انت اتكسرت صح؟ اطمن يا استاذ انا بس هخرجك من الفرح ده وكل حاجه هتبقى كله ان شاء الله والقرد اتكسر صح؟ اه القرد اتكسر صور لي على الحيوان اللي كسر القرد حاضر يا استاذ مفيش حاجه اسمها حاضر صور لي على الحيوان عشان اديله بالجزمه دلوقتي اهو جاي علينا هو معاه شومه وقف لنا تاكسي بسرعه اجري يا حيوان في تاكسي هناك اهو وقف لي قدامه بسرعه ابو شومه جاي علينا ابو شومه جاي علينا جاي علينا مش اجري وخلي سفيه يبقى يجي لي على البيت حاضر يا استاذ بسرعه يا حول الله يا رب كده ابو سومه جاي ورانا لسه ولا ايه ورانا استاذ بسرعه 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 بقول لك كله بحر بحر يا اسطى بحر عند ابو العباس تاني سريع السمال كده ها خلي سفيق يجي لي حاضر يا استاذ ايه دخلت اول سمال بعد البورصه ابو العباس ايوه يا ابني بس اول بيت على ايدك اليمين ها اول بيت على ايدك الشمال قصدي هتلخبطني انت يا عم الحاج اول بيت اول بيت على ايدك الشمال ايوه ماشي على ايدك الثمان على ايدك عديت انت عديت الامه ولا ايه يابا ما عدتش حاجه يا ابني طب امال انت واقف فين اقف بس هنا لا اله الا الله البيت اللي واقف قدامه ده رقمه كام سته والله يا ابني السته شكل التسعه لا اله الا الله انت نظرك ضعيف يابا ولا حاجه يا ابني انت بتتريق عليا انا نظري على قدي على قدك طيب نزلني بقى الله يخليك ده جاني ده ولا كام مش واخد بالي يا ابني انت مش واخد بالك من حاجه خالص كده طب امسك امسك اهو كده يبقى 3 جنيه عايز حاجه ثاني اطلع على باب 10 من هنا ازاي على باب 10 طب ركز معايا بقى شويه ايوه انت هتخد في يمين في شمال في يمين تاني بحوده خلاص ماشي يا ابني ماشي انت سواق تاكسي متاكد ايوه يا ابني سواق تاكسي لا بتصوف ولا عارف السكه نسيت اقول لك يا حاج خلي بالك في اول يمين تاني بحوده هتلاقي رصيف عالي اوعى تلبس فيه لبس تنحس والنبي انا نفسي اشوف نعناع بتاعك ده راجل ولا كل الرجاله تبت ايه وحنيه ايه طب بس الابره هتدخل في ايدك عارفه يا بنت اما ربنا يكرمني واقبض الجمعيه واحطهم على الفلوس اللي معايا هعمل بيهم ايه هتعملي ايه هشتري مكنه البليزر واحطها في البيت واشتغل على كام زبونه من اللي اعرفهم وهبقى جنب نعناع على 24 ساعه اديك هتقبضي الجمعيه بكره ليه والبنت سعاد قالت مش عايزاها الشهر ده بتتكلمي بجد كنت فين يا واد انت وهو علي تاني بتنضفوا الحوث وبقيه الفصل بتاعكم فين النهارده يوم نضفت الاستاذ حسين خد بقيه الفصل ننضف الفصول واوضه مصر وهو الاستاذ حسين فين دلوقتي اوضه المدرسين هو باب الفصل مفتوح ولا مقفول مفتوح يا استاذ روح اقفله وتعالى اسمع يا واد انت وهو انا عايز اعمل معاكم خطه بحيث ان نخليهم يبطلوا انه يخلوكم تنضفوا الحوث والفصول بعد كده عايزكم تسمعوا اللي هقوله وتنفذوه بالحرف الواحد قربوا مني من غير ما نلبس بعض قربوا حتة الموسيقى يا كلاب حركة الحركة
بتشربوا سجاير في الفصل يا كده؟ مشكله يا استاذ عبد المنعم. الله بتدخل صوتك عليا يا كلب. والله ما مدحب يا استاذ عبد المنعم. الا الحوص. الا قلت المزيكا. انا استاذ، انا هنا استاذ. الا قلت المزيكا يا كلب. الا قلت المزيكا. ايه اللي بتعمله ده؟ اوعى حدنا. انت مين يا استاذ عبد المنعم؟ يا طمك وبتدخل صوتك عليا بتقلد الناظر يا جدع. لا 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 يا استاذ عبد المنعم، انت مجنون. ده هو الناظر فعلا. والله دخلت عليا بتقلد صوت الوكيل. لا لا ده الوكيل يا استاذ. اخرس لك. لا 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 مينك؟ انت عايز انت فين يا استاذ؟ لا مؤاخذه، هي مش دي اوضه المزيكا برضو؟ مزيكه ايه يا استاذ؟ دي قط المدرسين. معلش يا حضرة الناظر، لا مؤاخذة، العتب على النظر. طب يلا اخويا، يلا 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 على فاستك، يلا بسرعة. يلا يا حلو قدامي. بطل الهباب اللي بتعمله ده. قدامي هو حد يسيب حتة المزيكا عشان الحوث يا كلاب. يلا يلا مؤاخذة حضرة الناظر، لا مؤاخذة حضرة الناظر، معلش بس لا مؤاخذة، لا مؤاخذة، لا مؤاخذة، لا يا جزم. صباح الخير يا ست صباح. يا سعد صباحك يا عويس. ايه يعني جاي تدفع ايجار الارض قبل ميعادك بشهر؟ مش عوايدك يا ارض ايه وبتاع ايه؟ صباح الخير يا سيدينو. صباح الخير يا عويس. انتوا ليكوا عندي خبر بمليون جنيه. لا مليون ايه؟ 7 مليون جنيه. خبر ايه ده يا عويس؟ ارض الاستاذ نعناع دخلت كردون المباني. انا مش فاهم حاجه يا عويس، بالراحه عليا كده يا اخويا وفهمني واحده واحده. الارض اللي كانت امبارح تساوي 50,000 جنيه النهارده تساوي 7 مليون جنيه. بتقول ايه؟ هو فين عشان افرحه؟ تفرحه ده ايه؟ هو ده بيفهم حاجه؟ دلوقتي هيقول لك دي ارض ابويا ومش هيبيع. ازاي بقى؟ وانا اللي قلت هاخد منه حلاوه مش اقل من 200,000 جنيه. حلاوتك عندي وهدي لك اكتر من اللي انت قلته، بس تسمع كلامي. من ايدك ده لايدك ده اموريني. الموضوع ده محدش يعرفه، خليه سر بيناتنا وانا هتصرف. واضح. انا مش فاهم حاجه. هفهمك بعدين. اتكل على الله انت بقى يا عويسه بالنعناع ما يجي، واذا شفته اوعى تجيب له سيره. ولا هيشوفني. يعني هو بيشوف. سلام يا وش الساعه. سلام يا سيزينهم. السلام يا عويس، خد الباب وراك. السلام عليكم. ردوا السلام يا اخي، ده السلام لله حتى. يمكن قطه ولا كلب. جايب قطه ولا كلب. الحمد لله على السلامه يا نعناع. الله يسلمك يا عم زينهم. السلام عليكم. يا اهلا يا اهلا بالغالي. اهلا يا حبيبي. ايه ما بتردش على بحر ليه؟ صباح يا صباح يعني؟ اه. وكلامتك الموجه ليا يا عم زينهم ولا ايه؟ طبعا يا حبيبي، تلاقيك يا عيني جاي واقع من الجوع، تحب اعمل لك ملوخيه بالارانب تاكل صوابعك وراها؟ هو ما زال الكلام مستمر ليا يا عم زينهم؟ ليك يا ابن مراتي. اصل انا بصراحه مش متعود على النغمه ديت من صباح، طول عمرنا نقر ونقير. ايوه عليك يا نعناع. هو احنا مش بني ادمين ولا ايه؟ هنفضلوا نتعاركوا كده على طول؟ سبحان مغير الاحوال، قادر على كل شيء. خش غير هدومك وريح لك ساعه، واول ما الاكل يجهز هجيبه لك بنفسي في سريرك يا روح الروح. ده تغيير جذري، والله العظيم تغيير جذري، وعزه جلاله الله تغيير جذري، رحمه امي هذا تغيير جذري. ست عليك. مساء الخير يا طهره، يظهر دعواتك جابت نتيجه معايا يا امه. ست صباح هتعمل لي ملوخيه بالارانب، شوف العز اللي ابنك فيه بقى. الله يرحمك يا غاليه، الله يرحمك يا امه. الله، ما كفاياك تحسيس وبوس في الصوره يا جارع. مستخسر بوسه في امي؟ والله لولا وصيتني عليك قبل ما تموت لكان زماني رميك في الشارع، كان زمانك نايم تحت الكوبرا بعين واحده دلوقتي.
امال فين بوسي بنت خالتك؟ هي اخويا اللي قدامك على المرسح دي اللي لابسه فستان اسود كده وصاير لميع وشربش بيكا مش عارفينها كلها في الهوا بتطير. ودي حضرتك تنفذ اللي احنا عايزين ولا هتفضحنا ولا ايه؟ بوسي بوسي دي بنت الهلوه دي توديك البحر وترجعك عطشان. يا بوسي ايوه انت حاسه عني يا بنت يا بوسي. ما تلومشي ما تلومشي ما تلومشي ما تلومشي. مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا بوسي؟ ازيك يا عم زين؟ الحمد لله. وده مين ده كمان؟ شفيق. ايدك مالها سخنة؟ ليلتنا سخنة إن شاء الله. إيه موضوع بقى يا صباح وأغوستين؟ الموضوع كبير هنكسب فيه 7 مليون جنيه. مش فاهمة خلصوني. مفهمك على كل حاجة مالك حامي علينا مش كده؟ مش حلم وحيد حلو. المدير بيبصلي خلصوني عندي شغل. أنا مش فاهم أنت بتشتغلي إيه بالظبط يا بوس؟ ركلام. يعني إيه؟ يعني بنعمل نفسنا زبائن لحد ما نلاقي زبون السوق اطلع عرقوزي وينقطنا ويأكلنا ويشربنا ويدفع لنا الفاتوره والباقي انت عارفه. قلتيلي قبل ما تقولولي عايزيني في ايه؟ خلصي الفاتوره الاول وتعالى افهمك على كل حاجه. يا اخي بكر يا اخي يا اخي بكر يا نقف يا فل يا الواحد صدره تعبان خلقه. هنعمله ايه يا مايسترو في الفرح بتاع بكره ده؟ مفيش حد راضي يأجر لنا عده خالص. الله الله الله، والعربي حنون اتغنى خلاص ولا ايه؟ ما عادش عايز يأجر عده لحد؟ ما هو من حقه برضه، 4 مرات ينكسر له الدرامز، واخر مره اللي زاد وغطى الطبله والمظهر. هو سفيه اتأخر ليه؟ أنا حاضر أروح له بنفسي. ما تتعبش نفسك، ده حالف يمين طلاء إنه ما يدينا عدة غير لو خد 1500 جنيه تأمين للقرب. 1500 جنيه؟ ليه هاخد أرجع على البحر؟ اسمع، اوصل لغاية البياصة لعمك إبراهيم ضحايا، قول له عمك لعناها بيسلم عليك وعايز عدة ضروري. ولا بياصة ولا كامب شزار ولا حتى بكوس، كله خد خبر إن ما حدش يأجر عدة لفرقة نعناعة. لا دي حرب يا جماعة، واضحة مش عايزة كلام، حرب سعواء على الفرقة، يا نهار أسود. ده خبر اسود؟ معقوله فرقه زي الفل كده مش لاقيه الات تعزف عليها؟ معقوله؟ ايه يا جماعه ايه؟ مين اللي زعل الاستاذ نعناع؟ الحقني يا سفيه، نصيبه، عندنا فرح بكره ومحدش عايز ياجر لنا عده، والعربون بتاع الفرح صرفته. ما انت اللي منسف دماغك يا ابن مرات، عندك حته ارض تجيب لك ذهب لو بعتها، ممكن تعمل لك فرقه مفيش زيها في اسكندريه. استغفر الله العظيم يا رب. يا عم زينب قلت لك 100 مره ما تجيبش سيره الارض دي على لسانك، انا مش هبيعها. الله ما تزعلنيش منك امال. خلاص ما تزعلش، تاهت ولقيناها يا سيدي. ايه رايك تاخد عده المزيكا بتاع المدرسه تشتغل بيها؟ ابوس ايديك يا عم زينب ومنقطني بسكاتك. عايزني انا اسرق الات المدرسه؟ انا اسرق؟ اخص عليك، اخص فعلا. بس كده استفقت تمام. ايه ده قدام باب المدرسه؟ اه كله يحضر البطاريات. راح يا جماعه يلا. راح يا جماعه. على بال ام ام على بال على بالك ربنا يستر بقى. بقول لك ايه، شغاله شغاله يا عم؟ مش شغاله، بقول لك ايه، هاتها وريح نفسك. يا سفيق انت تعرف الاثاره اللي متفقين عليها؟ لا خلاص يبقى تسكت بقى. بقول لك إيه؟ الباب فيه خرم صح؟ حط رجله جوه الخرم ملكش دعوه. شغاله شغاله شغال جوه الخرم ولا بره الخرم؟ جوه الخرم. بس انا مش عايز اكتر من كده. وصل وصل تمام. بس ايوه السلمتين دول هتطلع على السلالم اللي قدامك دي. ها شايف شايف هدر البطارية يعني؟ أنا كنت شايف حاجة. استنى بس. وصلنا وصلنا. أيوه في الفتوح. أيوه افتح الفتوح. كل واحد ياخد آلة ويخلع بيها على طول. اوعى تنسى القرب، أهم حاجة القرب. بنسرق بقى كده يا استاذ؟ انا بصراحه ضميري تعبني قوي. بس يا سفيه
ما تقولش السرقه دي تاني، دي مجرد استعاره. بس بدل ما الالات مركونه هنا كانت هتعفن. الاورج اول امبارح بعزف عليه بديله واحده دو كده راح مديني ريق. انا حاجات عفنت والله. طب يلا يلا عشان خلص يا فتوح. نعم يا استاذ. اقفل الاوضه كويس لحاجه تسرق منها. هو عاد في حاجه يا استاذ؟ وانا بس اقفل احتياط برضه. وعامه من زياده الاحتياط هتقفلها بالجفن. كل ده كل ده. مساء الخير. مساء النور. ايه انتوا بتعملوا ايه؟ احنا لا لا ده انا جاي اقدم في المدرسه. في المدرسه كده. طب تعالى احضر الانترفيو. يلا يا جماعه. الله رصيف. بقول لك عشرينية دول. عشرينية. امسك يا فتوح. اوعى تتاخر يا استاذ، لازم ان الالات دي ترجع بالنهار ما يشكش. ده اسمه ممل، ده ساعتين والفرح يخلص ونرجعهم. اقفل الباب. يلا حبيبي. ايوه حملوا الالات. ايوه محملوها اهو. يلا يا جدعان اتاكد بس ان الالات اتحملت اهو. هم انا بتهنى. يلا يا جدعان يلا. انا مالك يا استاذ؟ ده انا شفيق اتخلك. تعالى يا شفيق. ايه ده؟ في ايه؟ مين اللي قعدت على حجره ده؟ انت مين يا عم انت؟ اسال الاستاذ المبجل. مبجل؟ يا ليلة سودة. ابوس ايديك يا سيادة الوكيل. لا دي رايحة فين؟ والله مستعيرها ساعتين وهرجعها تاني، هتسأل الأستاذ فتوح البواب. هتوديهم ساعتين فين؟ هتشممهم هوا؟ لا طالعين بصراحة بيهم فرح، فرح أختي. أنا اللي مسؤول عنها وهي يتيمة، وبعدين فلوسي ضاعت عليها على الثوار بتاعها، ومعيش فلوس أجيب لها عوالم، قلت أجي أستعير الآلات بتاعت المدرسة أفرح بيها أختي ورجعها تاني. يا كذاب يا ضلالي، انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه دلوقتي؟ عارف سيادتك، عارف والله، بس لو طلعت كذاب يبقى اسجني بعد كده. انا حاجي معاك الفرح، ولو طلعت كذاب هسجنك انت وشلة الحرامية اللي معاك دول. بس عداك العيب سيادتك، لو ما طلعت فرح اختي اسجني. عداك العيب، عداك العيب. والله عارف الالات المدرسية بتشغلها في العوالم. لا يا سيادة الوكيل، بلاش حكاية العوالم دي، انا راجل مدرس موسيقى محترم، معقول انا اشتغل في العوالم؟ هتيجي سيادتك بنفسك وتشوف. يا دبي نعم. انت مركبتش؟ اركب يا زفير في ليلتك. يلا يا فتحي اطلع على فرح اختي. فرح اختي العوالم هان. مات العيال دي. امس يا انت هو عيب كده انت الادب دي. عوالم ايه وبتاع ايه؟ عوالم يا استاذ نعناع. عيال صغيره يا سياده الوكيل، هناخد على كلام العيال مش هنخلى. ايه ده انت هتيجي معانا الفرح بالبيجامه؟ ليله سوده؟ هو لابس بيجامه؟ ايوه. وفيها ايه يعني؟ لا ده فال وحس على العروسه يا باسه. اتاخرت ليه يا استاذ؟ العريس والعروسه وصلوا من ساعه. فرح اختي هتاخر على فرح اختي يا حاج. ما انا جاي بسرعه اهو. مظبوط طبعا، يعني ده فرح اختي، المفروض انا ابقى مستعجل. عايز افطرها. فرح اختي وبيحيوني. كل النقطة دي وتقولي فرح اختك. الله سبحان الله، رزق وجنة يا سيادة الوكيل. هنرفس النعمة؟ منقطين ناس كتير وبتتردلنا. بتتردلكوا؟ انت شغال مع العوالم يا استاذ نعناع. حرام عليك يا سياده الوكيل بقى. اذا في ايوه استاذ. تعالى اذا في ايوه استاذ. هات 200 جنيه. ليه؟ ايجار الالات. ليه واحنا كنا اجرنا الات؟ اذا في ما تنسنيش. هات 200 جنيه. طيب طيب طيب. اعطينا اهو الجنايه دول. امسك امسك امسك. انا كان عليا مش عايز حاجه. اوعى ترفض النعمه، ما ترفض النعمه. لا الله، ده تزول من وسك. المهم الالات ترجع المدرسه يا استاذ نعناع. اعتبرها رجعت يا استاذ الوكيل. بس بالنسبه يعني لو اختي اتطلقت وحبت تتجوز تاني، في امكانيه لاستعاره الالات مره اخرى؟
يا سيدي جوزها على قد ما تقدر وانا معاك. ده طالع مد قوي. شفيق منور يا مبجل. خدوا ليك متشكرين يا اخوي. رأيك يا وفاء حلوة قوي، ربنا يفتح عليكي ويرزقك يا رب. ايه رأيك يا ماما؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يطعمك خيرها ويكفيكي شرها. قادر يا كلب، بكره تشوفي الزبائن اللي هيقولي شكلهم ايه. وانا بقى هبعت لك كام زبونه كده من تبع. المهم من درع على شمعته تقيت ولا حد هيعرف، حتى زبائني هنبه عليهم. هو انا عبيطه؟ تعرفي يا ماما اول حاجه هنعملوها جلابيه ليكي، وهنعملهم جمال نعناع. يا دي نعناع ده اللي ما بل ريقك بكلمه حلوه. ربنا يبعد عنه شفيق وصباح، هم المليينه من ناحيتي، لكن هو اصيل ومعدنه طيب. والشقه دي كلها بتاعت المنايل اللي اسمه نعناعه. مش الشقه بس، ده البيت كله. غير الارض اللي بسبعة مليون جنيه، عشان كده عايزك تتلحلحي معاه شويه. يعني انا اصوم وافطر على واحد ما يشوفنيش؟ بسم الله ما شاء الله، يعني وش الصيام قوي. بقول لك 7 مليون جنيه، عشان كده عايزك تتلعلعي معاه. وما تنسوش اللي قلت لكم عليه. ها انا راح اصحيه، وانت بدل ما انت قاعده كده احط لك شويه ريحه، اعمل لي اي حاجه يعني. استاذ نعناع، استاذ نعناع. يا عم صباح الفل، اصحى يا عم. ايوه استاذ نعناع. ايوه يا سفيق. صباح الفل يا عم. صباح الخير. صباح الخير. اصحى يا بابا. يا سفيق. ايه يا سفيق؟ حد صح؟ حد كده خلاص صحيت يا سيدي؟ صباح الفل. صباح الخير يا سيدي. الله الله. ايه الريحه الحلوه اللي على الصبح دي؟ ايه ده، مش ممكن تكون ريحتك طبعا. لا ده ريحه ضيوف عندك يا ريس. والله ده برفان فيك قوي. ده مين اللي حاطط البرفان الحلو ده على الصبح؟ ده واحد قريب الصباح. انما ايه يا سيدي، فرصه 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 يعني. ايوه حط الفوت على كتفي، خليه يروح اخد الوش واصبح عليها. على الاقل نسمي شويه ريحه قبل ما نروح المدرسه، ونسمي ريحه النظر المعفن. افتح الطريق فاضي. انطلق يا مايسترو. اهلا اهلا يا بوسي، والله زمان محدش شافك. ما انت عارفه بقى يا صباح الشغل. صباح الخير. تعالى تعالى يا اخويا سلم، مفيش حد غريب، دي بوسي بنت خالتي. بوسي؟ بوسي؟ ازيك يا بوسي؟ ازيك يا بوسي؟ اهلا بك يا اخويا. بوسي ده اسم جميل والريحه اجمل. ده من ذوق حضرتك يا استاذ نعناع يا اختي. اسمك ده ولا اسم الدلع؟ لا هو انا الحقيقه اسمي عبد المنعم، بس من زمان وهما بيدلعوني بنعناع. الله، اسم عبد المنعم ده شاعري قوي. الله 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 الله، ده ايه الجمال اللي على الصبح ده؟ شفيق. ايوه شفيق يا اخي. طيب عايز ايه؟ انزل روّسنا بقى. يعني ايه؟ يعني جيب لنا كده شويه فاكهه على شويه عصير، لب وزداني، بسبوسه وهريسه، حاجات حسبه 50 جنيه كده. ايوه بس كده هنتاخر على المدرسه. يا اخي تولع المدرسه باللي فيها، طول عمرنا بنروح المدرسه خدنا ايه منها يعني؟ تعال عايزك بس. وانا بسلم عليها لقيت ايديها طريه وناعمه قوي، وحابب صوتها قوي. اوصف لي شكلها. زي القمر. خدود زي التفاح، عينين زرقاء. بالنسبه للشفايف، الشفايف فراوله ومن نوع المقلوب. بالنسبه للشعر بقى، اصفر اسود بني. مش هقدر اكلمك على الشعر. طلعت قرعه. قرعه تجري محجبه. محجبه؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. محتسمه كمان؟ جمال ده كله محتسمه. طيب انزل انت بقى يا سفيق، جيب لنا الحاجات اللي قلت لك عليها. بالنسبه للفلوس يا اخي ما تبقاش نتن، ما هتحاسب وبعدين هنبقى هنحاسب بعض بعد كده، وانا هموت ولا ايه؟ تعالى يا نعناع، تعالى يا اخويا مقعدك. الله يخليك يا صباح. محتسمه ومحجبه. السلام عليكم يا اخت بوسي. وعليكم السلام. اما اقوم اعمل لكم شاي. يعني يا ريت تعمليه على السبرتايه، على نار هاديه، براحتك يعني. الا صحيح انت بتشتغل مدرس مزيكا؟ يعني على قد كده يعني. انا بحب المزيكا قوي. وهي كمان بتموت فيكي، لسه مكلماني عليكي من يومين. وعلى كده بقى، بتحبي تسمعي مين من المطربين؟ انا قديمه شويه، مش هعجبك. دا
تعز الطلب يعني بتحب تسمعي مين من القدام يعني؟ أم كلثوم، عبد الحليم، أغاني راحت عليها كده. الله الله الله، راحت عليها ده إيه؟ والله أنا أول ما سميت ريحتك قلت إنك أنت إنسانة بتفهمي. عايز أطلب منك طلب بس محرجة شوية. محرجة؟ محرجة مني؟ لا أطلبي أموريني. عايز أسمع منك حاجة قديمة. حالاً أروح أجيب لك العود وأسمعك اللي أنت عايزاه. ما تتأخرش عليا. فريرة 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 أبو أختي. بس تعرف بقى يا زينهم، أنا مبسوطة قوي، دي السنارة غمز. رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه. اللي شفته قبل ما تشوفك عيني. لا كفاءه بالطبعه، قومي بقى صب لهم الشاي، زمانه غالي. يلا عينيا. تسلم عينيك الجميل. انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه، ابتدى بنورك صباحه. انت 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 عمري. الله ينعني يا الله، فوق الفظيع فوق الفظيع. ايه ده؟ مالك في حاجة يا بوسي ولا ايه؟ انتي بتعيطي يا بوسي؟ تلاقيك سمعتها عود يا نعناع. الله، هي عيطت من العود؟ اصلها كده يا نعناع، كل ما تسمع عود تعيط. انا اسفة، حاولت اخبي، بس اصل العود في مشاعر فوق الفظيع. يا على احساسك، يا على احساسك. انا بقالي كتير ما شفتش انسانه حساسه زي كده. خلاص انا بقيت عادي. ولسه هو انت شفت حاجه؟ والله على كده يا بوسي بقى، انا خاف اسمعك مره كمانجه تسرق مني ولا حاجه. لو مؤاخذه في السؤال يا انسه بوسي، انت بتدرسي ولا خلصتي دراسه خلاص؟ بوسي يا اخويا ممرضه في الاسبيتاليا. الله الله، ملاك من ملائكة الرحمة. طبعا، ما هو الإحساس العالي ده لو ما كانش عندك، أمال يبقى عندي مين لمرة؟ بعد إذنك يا أخويا، ولو فيها قلة أدب ممكن بوسي تقعد معانا يومين بس، لغاية ما تشوف لها شقة في اسكندرية، أصلها من طنطا واتنقلت اسكندرية. يومين بس؟ بوسي تقعد معانا العمر كله تنور وتصرف. يا سلام، احنا نطول ملاك من ملائكة الرحمة يعيش معانا في البيت، على الأقل تطرد الفياطين اللي موجودة هنا. كده وهو بيخبط في الصخر كنت بفتكر دايما، هل في يوم من الايام حد هيقدر يحبك يا نعناع بعد ما تعميت؟ بس لما شفتك بقى دلوقتي وحسيت بيكي ومسمعاني بقى صوت الميه كده وهي بتخبط في الصخره، يا سلام يا سلام يا بوسي، حاسس ان الدنيا كلها ملك ايديا. عارفه يا بوسي، كان عندي احساس من زمان من ساعه ما تعميت اني مش هلاقي حد كده يحبني ويتجوزني ويستحملني. مش عارف ليه لما عرفت كمان انك ممرضه وملاك من ملائكه الرحمه حسيت انك انت اللي هتبقي ام عيالي. بوسي، لو حاسس ان انا مضايقك يعني، او انت متضايقه من ان انا ماسك ايدك،
يعني قولي لي سيب ايدي، بس انا حاسس ان انت مبسوطه ان انا ماسك ايدك. الوقت عدى بسرعه. وتمشي بعد ما اتعودت عليكي. خلص بقى يا نعناع، ما تخلينيش اعيط. بعد ما ارتاحت روحي ليك وعرفت طعم الدنيا بيك، نسيت خلاص وانا قلت ليك انا اعمل ايه؟ تنساني ليه بالله عليك؟ ولا قلبي حياته وروحه فيك، وازاي حيجيله حبيبي نو لو مش لاقي؟ خلاص بقى يا نعناع، انت عايز الناس تشوفني وانا بعيط كده في الشارع؟ مع السلامه يا بوسي. مع السلامه. هتوحشيني، خلي بالك من نفسك يا بوسي. وانت كمان يا نعناع. بوسي بقولك، لو احتجتي اي حاجة يا بوسي اوعي تترددي لحظة واحدة انك تكلميني او تتصلي بيا. حاضر يا حبيبي. نعناع بوسي، خدتيني في حاجة ولا ايه؟ مش قادر اسيبك يا حبيبي. ما تعذبنيش، ما تعذبنيش اكتر ما انا متعذب يا بوسي، حرام عليك. نعناع بوسي، بوسي ما استحملت، ما استحملت في اللحظة. دعواتك استجابت ليا يا طهرة، أخيرا لقيت بنت الحلال اللي هتجوزها، من عيلة محترمة محتسمة. نفسي تكوني موجودة معايا في اللحظة ديت يا غالية، نفسي تكوني موجودة. ايه يا عم بس؟ خساره يا بوسي، والله كانت عامله حس في البيت يا سفير من ساعة ما نسيت وهي سايبالي فراغ كبير. يا عم بكره ترجع وتشوفها. انا حاولت اقنعها بلاش حكاية السقه الجديده ديت وتقعد معانا، مش عارف ليه مصممه يا اخي. سيبها براحتها. حاسب ايه الصوت الخليعي ده جاي منين؟ جاي من شقة قمر. تعالى تعالى سمعني ودنك، عشان لما اقول لك ان هي ماشيها بطال تصدقني. اسمع. طب سيبني انا عشان الصوت جديد. سوسته ايه رايك؟ هو بتاخدي كام؟ اقل من 200 جنيه ما ينفعش. والله تستاهلي. اقلعي بقى، وراي شغل. هي حصلت القلع يا سفيق؟ عشان لما اقول لك ان هي ملعب وماشيها بطلت تصدقني. اخش اولع سقه النكسه دي باللي فيها؟ لا 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 والله العظيم، لو اخش اولعها هبلغ بوليس الاداء. لا عندنا فرح عايزينك رايق. اخص عليك يا قمر، اخص اخص عليك. يعني ايه سندوتشات الفول اللي كانت بتديها لي ديت من فلوس حرام؟ انا اتصدمت يا سفيق. لا بس ايه ده استاذ؟ والله العظيم اتصدمت، اقسم برب العزه اتصدمت، وعزه جلاله الله اتصدمت. السلام عليكم. اهلا اهلا استاذ عبد الغفار. الف الف مبروك، ربنا يتمم بخير. شكرا جزيلا. الف مبروك يا عروسه، الف مبروك يا عريس. اتفضل يا باشا. شكرا. فرع عظيم.
يعني ندوس على الخير ونرفع الشعار والسلام على طول السلام. ابو العروسه والضيوف. ابو العروسه والضيوف يعني كرموز وغد العنب. يعني كرموز وغد العنب يعني غبريال. يا عم ايه الفحطاطه اللي انت مسحططها لنا ديت؟ هو بنقعد بكام يا ابني؟ 5 جنيه يا عمي. بالعصافره. بالعصافره. وشارع 45. شارع 45. انت لو راكب تاكسي هتدفع اكتر من كده يا جزمه. خلص هندوس على السؤال ونرفع الشعار واحلى سلام للنقطه اللي جايه على طول السلام. انت بتشتغل مع العوالم يا استاذ نعناع؟ حضره الناظر. عظيمه يا مصر يا ارض النعم يا مهد الحضاره. اخلص. بتغني اغنيه وطنيه بالات مسروقه، بتسرق آلات المدرسة وبتشتغل بيها مع العوالم. ده انا هخرب بيتك. ده فرح اختي يا سعادة الباسة. ان صلت طف في نظري فرح اختي. استاذ نعناع علم الآلات دي ورجعها المدرسة فورا دلوقتي حالا، والا ابوس ايديك يا حضرة الناظر. سيبني اكمل الفرح. اختي يتيمة وبعدين العربون صرفته. وكمان عربون؟ ده انت ليلتك سودة. لا 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 لا. خير يا استاذ؟ في حاجة؟ ليه مدرس الموسيقى سرق الآلات المدرسة بيعمل لي بيها فرح؟ مدرسة كلية؟ احنا مالنا؟ فرح اخويا ولازم يكمل. ما تدخلش نفسك في مشكلة ما عندكش حدها. دي سرقة بلعام. لا يا جماعة غلط. ما تخافش. لا قول للناظر. ما حدش يجي جنب الناظر. اوعى حد يجي جنب الناظر. ما تخافش يا حضرة الناظر. أنا بحميك يا حضرة الناظر. الأستاذ عبد المنعم حافظ أستاذ الموسيقى المحترم الشهير بنعناعة شغال مع العوالم. مش في الطابور يا حضرة الناظر. حضرته الأستاذ القدوة سرق آلات المدرسة وشغال بيها هشك بشك. تفضل يا أستاذ سيد. تفضل اقرأ قرار المدرسة. خلص انت داخل ميضة. قرر المجلس تحويل الأستاذ عبد المنعم حافظ إلى مجلس تأديب تابع للوزارة وعليه مغادرة المدرسة لحين انتهاء التحقيق. لا 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 وقول يا أستاذ سيد. لا لا اتبع الفصول. أنا مش عارف انت مصمم تجيب بوسي من المستشفى ليه النهارده. ما انت أمر غريب يا سفير. واحدة يا أخي تخرج الساعة 5-6 الصبح من المستشفى وهي تعبانة بدل ما تركب تاكسي وحد يضايقها. وانت عارف بوسي انسانه رقيقه وحساسه. الاستاذ وقع ولا ايه؟ اقول لك حاجه سفير. بس سر بيني وبينك، انا بفكر اتجوز بوسي. تتجوزها وانت داخل على رب؟ هتصرف عليها منين؟ على الله اترفض من المدرسه. النحس دي نحساني. دي نحس. بقول لك انا بفكر ابيع الارض. الارض؟ والارض يعني يوم ما اضربها قدام هتجيب لك كام يعني؟ 50,000 جنيه؟ اه كويسين يا سيدي. يا دوبك السبكه على المهر واللي اتفضل نعمل بيه مشروع صغير ينفع جنب الافراح. يعني اشوف لك شاري؟ وانا بشوف حاجه؟ ما انت اللي بتشوف كل حاجه. ميامي يا اسطى. انا نفسي مره تقف للكلاب دول اعرف ينادوا علينا ليه. دماغك يا عم. ده موضوع معصبني يا سيدي. يعني خلاص دماغك بقى. موضوع معصبني يا سيدي. فين المستشفى دي كمان؟ اهو ده. تمام. استنى بقى اما انزلك تقعد ورا عشان هي تيجي تقعد جنبك. سلام عليك يا سفير. يلا استاذ. عارف يا سفير؟ ايوه عارف يا سفير. والله العظيم ثلاثه يعني شوف انا مصرك قد ايه. ايوه بس اول مره اعرف انك انت عندك ذوق كده والله. بس مسامحني مسامحني. طبعا. وردي ايه؟ انا معايا الفل كله. لا باي باي. لا باي باي ايه؟ انت مش هتيجي معايا. روح عالج نفسك الاول. على فكره المستشفى دي باين عليها كويسه قوي يا سفير. ليه؟ العيانين طالعين مبسوطين كده وبيضحكوا وربنا يسهل. ايه ده ياما؟ ايه ده؟ اسيب واحد تعبان. نادي سموحه. نعم يا فندم. نادي سموحه. والنبي يا سفير ناديله على سموحه، الراجل باين له تعبان قوي. قوي قوي.
ابعد يابا من الكلام ده. من يا سفيه يا سفيه، ما تعملش المرضى بالقسوه ديت، يمكن محتاج سموحه فعلا يروحوا. عايز اروح، عايز افوق. لا حول الله يا رب، ازاي يخرجوا الناس كده بالبنج؟ مش فاهم انا. تلاقيه ما دفعش فلوس، طلعوه قبل ما يفوق من البنج. يلا هو بنج بقى، يلا يابا بلا بنج بلا. خلاص هو ما فيش غير تاكل. بس انت سايح ولا ايه؟ توكل على الله. بكره جاي معاه الشامية يا استاذ. يا فين بوسي؟ يا مساء الخير يا نعناع. لك يا بوسي، لك يا بوسي، تعالي تعالي ركبها جنب، ركبها جنبك. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ انت طالع مع زبون اهو يا الشامية. الراجل مين الراجل ده؟ انا مش فاهم، ما تاكله ووديه في حته. انا اللي بتكلم يا الشامية. حول الله يا رب على يعني انا مش بيش ولا مش بيش ماشي يا بنت لوكس. انا سامي مريحة سبرتو جامد في العربية. فين؟ دي ريحتي انا نعناع. ريحتك سبرتو؟ اعمل ايه؟ طول الليل بدي في حقن وادوي في جراح وببقى بموت وتعبانة، بس ما تتصورش سعادتي وانا بخفف الم غيري. الله ربنا يزيدك، ما تعرفيش ثوابك قد ايه. ده اللي يريح تعبان ده ثوابه كبير قوي. انا الود ودي يا بوسي اجي اخدك كل يوم بالعربيه من قدام المستشفى، بس انا خايف، يعني خايف حد من صحابك يشوفك كنت بتركبي معايا يلثن عليك بكلمه، وانت سمعتك عندي بالدنيا كلها. كويس انك عارف كده يا نعناع، اصل الغلابه اللي زينا ما لهمش غير سمعتهم مش شرفهم. عشان كده انا عايز اجي اقابل السيد الوالد ده بعد اذنك. يعني عين العالة يا استاذ. بقول لك ايه، مالكش دعوه انت يا سفيه، انا بسالها هي، هي اللي ترد. قلت ايه؟ ما تكذبش البنايه يا استاذ. اعتبر السكوت علامه الرضا. اصل الحاجات دي بتكسبني قوي يا نعناع. على خيره الله يا سفيه. نعم. عايزك ان شاء الله ترجع العربون بتاع فرح الخميس، عشان هنطلع على طنطا نخطب الانسه بوسي. اركن انا جنبي يا سفيه. ليه؟ في عرسه تحت الكنبه. العماره اللي على الشمال يا شفيق عند الامه الجايه. وصلنا كليوباترا. ايوه بالسرعه دي. تصبح على خير يا نعناع، هتوحشني قوي. انت اللي هتوحشيني يا بوسي، خلي بالك من نفسك. يلا كلها سهرين ثلاثه ونتجوز وتيجي تنوري بيتك في بحري، تتستتي بقى وربنا يرحمك من سهر الليالي والتعب اللي انت فيه ده. انا مش بشتغل عشان محتاجه يا نعناع، انا بشتغل عشان بحب المهنه دي قوي، دي رساله. الله، اتمنى رسالتك توصل لكل الناس وتريحي كل التعبانين. ربنا يحميكوا لبعض يا اولاد. تصبح على خير يا نعناع. وانت من اهله يا ست الكل. مع السلامه يا ملك الرحمه. باي باي يا سفيه. باي اختي. عمالك استنى يا سفيه، ما تمسيش لغايه ما نطمن انها طلعت السقه. مش هقول لك، مش هقول لها. بتبوسك، ابعت لها بوسه. سفيه قول لها تطلع بقى احسن حد من الجيران يشوفها. كفايه يا بوسي، اطلعي بقى. ايوه واطلع انت كمان يلا بسرعه. الله، سياكه سياكه، مية مية، لف مكانك كده. بسم الله ما شاء الله. لا ما تجاملنيش يا سفيه بقى بصراحه. البدله بيضة زي ما انت طلبت. مية مية. والقميص لونه ايه؟ ابيض. والكرافطه بيضة قشطه. ان شاء الله هتبقى ليله بيضة على بوسي. قايل لك انا الابيض بياكل مني حته يا اخي. طبعا طبعا. وصلني بقى اغير وانت روح اسف. طب ماشي على مال. يا رب تعجب بوسي. يا عم دي مية مية عليك. فهمتوا؟ مش عايزة غلط. لا 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 خلاص، اطمني يا سامية. يوه، مش قلت لك بوسي؟ خلاص لوس برضك بوسي يا راجل. بالبوس. فهمت انا خلاص. انا مين؟ بنتي بوسي. وانت انا مين؟ انت بنتي يا حبيبتي وانا امك يا ضنايا. تعالي يا عيال، تعالي يا واد، تعالي يا بنت. انا مين؟ ابلة بوس. وانا ابوكي.
فيه سياكه سياكه سياكه. دي البدله البيضة هتاخد منك حته. الحمد لله. بقول لك اطلع على محرم بيه وبعدين الدائري وبعدين في ذراعي. انا فاهم فاهم. مسولين العربيه تمام 100 100 عامل حسابي من امبارح. يا مسهل يا رب. عارف انت فيه؟ انا حبيت صباح انها عرفتني ببوسي ومس حمزه قالها العمر كله انها راحت طنطا هي وعم زينهم من صباحيه ربنا عشان تظبط لنا الجو هناك. انا حاسس انهم بيحبوني وبوه لي اسفين. طبعا اهلك مش جوز امك ومرات جوز امك يبقوا اهلي. طبعا طبعا يبقوا اهلي. يا مسهل يا رب. وصلنا السيد البدوي. اللهم صل على النبي. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. طب يلا بقى نزلني عند المقام عشان اقرا الفاتحه. لا مش هينفع الدنيا زحمه جوه ولا هيعرف يدخل بالعربيه ولا على رجلينا. اقراها هنا في العربيه تجوز برضه. لا اقراها ايه بس. طب نزلني جنب باب العربيه بس ظبطني على المقام. طب اقراها في العربيه. ماشي يا استاذ ماشي. استغفر الله العظيم يا رب. تعال اعملها اعملها. هو ايه المقام يمين ولا شمال؟ شمال. شمال. ظبطني بسرعه ظبطني. بص أيوة. لا تعالى بس كده شويه عشان تبقى بالظبط. اقرا اقرا. اقطع وشك بقى فوق. اقرا. ايوه اقرا اقرا بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل. ربنا يبارك في الجوازه دي ان شاء الله ويتقبل منا يا رب. يلا بينا بقى. تقبل الله. الله يخليه. الله يكرمك. يلا بينا. يلا بينا اركب بقى معانا. يا راحة نفسية كبيرة يا أخي. طبعا طبعا بركة السيد البدوي ده. السلام يا عم. الله وصلنا. امال ايه ما لازق في السيد البدوي كده قريبين منه قوي. يا سلام بركه والله بركه. طبعا بسم الله ما شاء الله على مالك. اربع درجات سلالم. انا يعني لا سامع صوت زغاريد ولا سامع صوت عيال بتقول العريس جه ولا حاجه يعني. وايه ما عندهمش بلكونه على السرع. لا حاسب ده انا محافظه ما يوقفوش عيال في بلكونات. الله اكبر. يا ربنا يتمم بخير. بقول لك إيه؟ انا خايف بس البدله البيضاء تكون اتوسخت من المسوار. تتوسخ دي بسم الله ما شاء الله زي الفل. اوه ايه وسختها يا سفير. طب سلالم. يا سفير ساعات ايدك بيبقى فيها سحب. طب اطلع عادي احسن بالسوق يعني. بس اطلع. طيب اصل العربيه ايدك يبقى فيها سحب. هما مالهم متاخروا كده ليه؟ يكون اشرح طنطا بجد. بينهم جم. اسكتوا اسكتوا. زغرتوا زغرتوا. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا 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 يا نعناع. وحشتني قوي والله. انت اللي وحشاني يا ست العرايس. الله ايه البدله الحلوه دي.
الله يخليك يا ابو ثياب، رجلتم تواضعنا. لا كلميني بصراحه يعني من غير مجامله، عجبتك البدله؟ والنعمه والنعمه، هتاكل منك حته. مثلا ايه لك يا سفيق واحنا جايين في السكه؟ عليك ان البدله هتاكل مني حته. لا ما شاء الله، البدله موضه موضه. وحياه ابوك، مثلا ايه لك يا سفيق واحنا جايين؟ عليك ان البدله هتبقى موضه موضه. ايه الفواتح موضه اللي من دول؟ بعدين بيعمل معايا شغل جامد قوي. ابويا. انا ابوه. اهلا وسهلا، ازيك يا حاج؟ نخش بقى في الموضوع. امال احنا جايين ليه؟ ما احنا جايين عشان نخس يا عم. انت شويه، احنا جايين من الشارع اللي ورا ده، احنا جايين من مشوار يجي 150 كيلو. الشربات يا بوسي. اكيد ده صوت الحاجه ام بوسي، صح؟ ايوه النعمه، انا امها. ايه انت مش مصدقني ولا ايه؟ لا مصدقك يا حاجه، ودي حاجات فيها كذب. كانت بوسي بتقول لي عندها اخوات صغيرين، هما فين؟ لا عاملين حسابه. انا عريس جه. العريس جه. ازيك يا عم النعناع؟ اهلا، ازيك يا حبيبي. اهلا، ازيك يا حبيبي. امال العيال عدوني ولا ايه؟ عم النعناع اهو. ايه ده؟ هما كانوا مفكرينك انت العريس ولا ايه؟ ليه؟ هو انت اللي لابس البدله البيضه؟ ازيك يا عم النعناع؟ احنا اخوات قبل ابوشي. اللهم صل على النبي، مش عارف ليه حاسس انهم شبه ابوشي بالظبط يا اخي. وانت يا عمو ما بتشوفش؟ لا يا ابني انا كفيف. هما دول كام؟ لا اسأل أمك بقى. لا بس عيال زي العسل والله. أوي أوي، ما نتكلم بقى ونخش في الموضوع. أيوة بس هنتكلم إزاي بس وعم زينهم كبرنا موجود، هو اللي يتكلم. هتتكلم بقى يا زينهم، مستني إيه؟ حاضر. شوف يا حاج، إحنا عايزين ناخد بنتك بوسي لابننا نعناع. أنا موافق. يا ابني استنى للآخر، إحنا ما عندناش مهر نقدمه يعني، عندنا حتة أرض صغيرة كده نقدمها لها مهر. معلش يا عم، هي أرض يعني قيمتها 50-60 ألف جنيه، حاجة مش قد المقام، بس أوعدك أنا هعوضها لبوسي إن شاء الله. إيه قلت إيه؟ على خيرة الله، كاتب كتاب يبقى الخميس الجاي، عشان أنا مؤاخذة ما عنديش بنات تفضل داخلة خارجة مع الرجالة. يا سلام، دي حاجة تبسطنا وتسعدنا، الواحد بتقولي ناس بناس محترمة بتحافظ على سمعتها، دي الناس اللي زيكم انقرضوا خلاص. أنا أبوها. و مش واثق في نفسه ولا ايه؟ هات يا اخويا بقى قدمها لما نوري لي العروسه ونفرحها. سيكا صباح. هات يا اخويا، شوفي يا عروسه وفرحي. مش مصدقه نفسي، حلوه قوي. يبقى نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. لجنة. ايه هوبا لجنة؟ ايه حرامية احنا ولا ايه؟ حتى طنطا فيها لجان. الرخص يا اسطى. وسطى، كلم سواق تاكسي. استنى شوية دلوقتي يا استاذ، اتفضل يا باشا. حبيبي الرخص دي منتهية، اركن لي على جنب يا حبيبي. يا باسا، احنا ضيوفكم من اسكندرية، اكرمونا في طنطا واعملوا أي واجب يعني. انتوا بتيجوا عندنا في اسكندرية في الصيف بنسلكوا على دماغنا من فوق. فرح خالد ابن الوليد بيتسد والله، والله بيتسد يا حبيبي. انا مش فاضي لك الكلام ده، اركن لي على جنب. يلا يا اسطى. حاضر يا باشا، حاضر. غفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. المشوار كان ماشي زي الفل، جت ليله زي العسل. انا هبتدي اتسائم من البدله الجديده ديت يا تبيه. والله الظاهر اتنظرت بالبدله بتاعتي دي. يا ساتر، اركن بقى ومكنسي و خلاص بقى يا استاذ. انزل انت خد لك تاكس وانا هحصلك تاكس. معقولة يا سفيق؟ يعني هاخد تاكسي من طنطا لاسكندرية كده؟ معلش، اصلي عندي عجلة نايمة والمشوار ده هياخد له بتاع ساعة. مش معقولة كمان يبقى عندي عربية مرسيدس زي الفل ومضينا تاكسيات؟ والله ما نقلبها تاكسي احسن. خلاص والمصحف اقلبها تاكسي. خلاص اهدى بقى، اهو التاكسي جه اهو. لا اله الا الله، مش فاهم انا بقى اخرة ايه الموضوع ده. معلش يا استاذ، اتأخرت عليا يا سفيق. حاضر. في حاجة بقى، خد بالك اديني رن. مساء الخير يا اسطى. مساء الخير يا ابني. مساء الخير يا اسطى. مساء الخير يا ابني. الله، مش انت يا حاج اللي وصلتني من يومين ثلاثة كده؟ وانا فاكر حاجة يا ابني. بحري، ساعة ما قلت لك يمين في شمال في يمين تاني بحاودة رحت لابس في الرصيف. هو انت بتاع البيت بتاع ستة ده ولا تسعة؟ ايوه. دي كان التوصيلة فقر. فو على غلاستك يا فاتر، ده غير غالي غديد. الله يخليك يا حاج، يعني يدوس بنزين شوية، الا بالطريقة بتاعتك ديت هنوصل اسكندرية كمان اسبوعين. اسكندرية؟ هو انت سكران ولا حاجة؟ سكران؟ يا ابني انا بمشي كده على مهلي، انا سرعتي كده. طيب ايه اللي نزلك من بيتكو يا حاج؟ ما تقعد في البيت، يعني ملهاش لازمة نزلتك. وهأكل العيال منين بس؟ ما هو بالبطء اللي انت فيه ده العيال هتموت من الجوع على بال ما ترجع لهم بالاكل.
خلص يا حاج بسرعه شويه يابا. يا ساتر والله العظيم الطيله دي على خير. بقول لك اعمل حاج انا هنام شويه كده والله يكرمك في مدخل اسكندريه ده يبقى صحيني. ها في كفر الدوار كده يعني. اسكندريه كفر الدوار ده انت سكران طينا. الراجل الواحد ينام ولا يسمع جلستك دي. ربنا يعدي التوصيله دي على خير. اسعى يا ابني كفايكش خير وصلنا. اللهم صل على رسول الله. ايه ده وصلنا بالسرعه ديت؟ بركاتك يا سيد يا بدوي بركاتك. يا ابني بلاش تنور عليا عيب كده. ايدك على 5 جنيه. 5 جنيه؟ هو انت دلوقتي اللي بتتنور عليا يا عم الحاج؟ عايز تفهمني يعني من طنطا لاسكندريه هتاخد 5 جنيه بس؟ بقول لك ايه؟ انا مش عاوز منك حاجه خالص. الله انت هتبس عليا ولا ايه؟ امسك فلوسك اهي على التابلو خدها. مش عايز حاجه. ايه؟ ليه تبس عليا انا؟ ده انا نعناعة ابو النزاهه. بقول لك ايه؟ اطلع على باب 10 منين؟ يمين في شمال في يمين تاني بحوده. الحق نسيت اقول لك في يمين تاني بحوده في رصيف عالي اوعى تلبس فيه. لا بس لا نحس. يا سلام يا سلام على حلاوتها يا سلام على الدنيا في عين العفان يا سلام يا سلام على. ازيك يا استاذ نعناع؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انا كنت عايز اسالك سؤال. هو صحيح النهارده كنت في طنطا بتخطب؟ ايوه يا ستي كنت بخطب. كنت بخطب واحده شريفه من عيله محترمه لا ليهم في القلعه ولا يعرفوا يفتحوا ثوثت. مبروك يا استاذ نعناع. الله يبارك فيك يا ستي. عموما كلها اسبوعين والعروسه تيجي تنور البيت على الاقل تطرد الفياطين اللي جواه وتنضفه من قله الادب والمسخره والنجاسه. باذنك. ساتر ربنا الثاني. هو بيقول الكلام ده لمين؟ شكله بيلقح عليا. لا ان كان كده ده انا اروح له واوقفه عند حده. لا ياما مفيش داعي. اكيد ما يقصدنيش. مش انت قلتي لي ان هو بيحبك؟ هو ما قاليش كده. بس انا حاسه. استغفر الله العظيم يا رب. ايه اللي بيحصل لي ده؟ مفاتيح نسيتها فين ولا وقعت مني؟ لكن نسيتها عند بوسي ولا نسيتها في العربيه مع سفيه ولا في التاكس؟ طب انا اعمل ايه بقى؟ لسه هستناهم بقى لما يرجعوا من طنطا ويمكن يباتوا عندها كمان. مفيش حل بقى. لازم انزل اصف النجار كده يجي يفتح لي السقه. امال حبات هتسلم؟ انا اتحسدت. والله العظيم اتحسدت. اقسم برب العزه اتحسدت. كويس. محتاج يومين راحة ما يتحركش والحقنة دي ياخدها كل 6 ساعات. يا لهوي يا خرابي ايه اللي حصلك يا غال؟ في ايه مالك؟ مالك يا ابن مرات يا اخو؟ لا يا جماعة ما ينفعش كده ده محتاج يدوق تاني. ايه اللي حصل له يا قمر؟ مش عارفة احنا طلعنا لقيناه واقع على السلم. طب ما نوديه المستشفى يا دكتور. مش مهم هو محتاج راحة والبيت أحسن له. طب يلا بينا يا زينب نشيله ونوديه بيته. ما هي دي برضه شقته يا بنتي. لا يا اختي كتر خيرك. يلا بينا يا زينب. يلا يا اختي.
يلا لا مؤاخذه يا دكتور، ايدكم معانا يا رجاله نطلعه على مالك انت وهو. يلا يلا. طب سلامتك يا ابن مراتي. سلامتك يا الغالي. سلامتك يا نعناع. سلامتك يا ابن الغاليه. سلامتك يا ابن المرحومه الغاليه. أنا بثوف. نعناع هو بحلم ولا إيه؟ هي دي أوضتي. أنا فاكرها. أنا بشوف. بركة دعاك يا أمه. بركة دعاك يا غالية. بركة دعاك يا أمه. أنا فتحت. بركة دعاك. مين دي؟ فين فرط أمي؟ وضوا فرط أمي فين؟ في حد معاكي في الاوضه؟ حد مين ده؟ حتى زينهم لسه ما جاش. اصل سمعت صوت حد بيغني. ده صوت الكاسيت. اسم الله عليك، انت الظاهر الوقت السلم اثرت عليك. الظاهر كده. يا بقالي 3 ايام بسال عليك. انا عايز انزل. يا عم تنزل فين؟ ده الشتا مغرق الدنيا تحت. مخنوق من الرق ده وعايز انزل اشم شويه هوا. يا استاذ رايح فين بالجو ده بس؟ طب البس الجزمه. طيب البس الجزمه. يا شفيق، كنت فاكرك النور اللي بثوف بيه. عارف يا استاذ، البس البلطو. ده انت اول واحد كان نفسي اقول له اني بثوف. عارف يا استاذ، انا اليومين اللي فاتوا دول كنت قلقان عليك قوي قوي قوي، وكل يوم كل يوم كنت اجي اطل عليك.
20 سنة وأنا بحلم أرد جمايلك وأنت بتستعملني يا سفين. يلا نركب العربية. عربية إيه؟ عربيتك. يا نهار أسود، عربية الملاكي قلبتها تاكس. مالك يا أستاذ؟ سفين أنا عايز أتمسى على البحر لوحدي. لا لوحدك ده إيه؟ طب بص أنا خمسة كده هجرش العربية وأجيلك. أوعى تتحرك. أوعى تتحرك ولا تعدي شارع. أنا جايلك. كرموز يا أسطى. ليه؟ شايفها تاكس. تاكس دوت ولا نعمة؟ تاني بيضحك عليا، من تاني بيخدعني، من تاني بيستعملني، كل حاجة طلعت كده، صورة أمي طلعت كده، إخلاص ده فيه ليا كده، يا رب، اليوم اللي أفتح فيه أفتح على رعد وبر وخيانة وكذب، ما بقتش مصدق حد، يا رب يا رب. امسك يا ابني شوية الشاي دول يا فوق. انت ايه اللي دخلك جوه في الجو الوحش ده؟ الصوت ده مش غريب عليا. بقولك ايه يا عم الحاج، انت سوقتك؟ ايوه يا ابني. انت اللي جبتني من طنطا صح؟ طنطا؟ انت بتاع بحري. لا مؤاخذة يا ابني، انت بتتعاطى حاجة؟ ابوس ايديك يا عم الحاج، ركز معايا. من يومين ثلاثة بس انت جبتني من لجنة مرور جوه طنطا. انا خدتك من لجنة مرور على البحر. ايوه من كيلو بطرة. كيلو بطرة؟ يا نهار اسود، على كده مودانيش طنطا وبوسي تبقى مش ساكنة في طنطا. يعني ايه؟ ما روحتس كمان السيد البدوي؟ امال انا قريت الفاتحة لمين؟ انا مش فاهم حاجة، الراجل ده بيشوف ولا ما بيشوفش؟ لازم محدش يعرف اني فتحت، لازم اعمل عليهم كلهم ان انا اعمى، علشان اعرف هما بيكذبوا عليا في ايه تاني. ايه يا طالبه كسل النهارده ولا ايه؟ مش هينفع، الراجل اللي هيشتري الارض قاعد مستني مسبحات ربنا. يلا عايزين نخلص. ماشي يا سفيق ماشي. والله انا ما عارف من غيرك كنت هعمل ايه يا سفيق. يا عم انا قلت لك الكلام ده بيحرجني وبيك. ايه ده؟ ايه الوث اللي جه في ايدي ده؟ ده وشي. وثك؟ وايه اللي جاب وثك عندي ايدي يا اخي؟ خلي بالك يا سفيق. طب ماشي. لا خلي بالك يا سفيق. ماشي. خلي بالك يا سفيق. اتفضل. ايه يا سفيق الوث التاني اللي جه في ايدي؟ وشي برضه. الله، انت بوثين يا سفيق ولا ايه؟ ركز معايا، مالك النهارده على الصبح؟ طب انا وما نمتش، انت مالك؟ خلاص خلاص. لا اله الا الله، ركز يا حبيبي ركز. يا عم خلاص بقى. ركز يا حبيبي. يلا عشان تلبس الشراب. حاضر 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 حاضر. يا رب. بس وجعتني قوي. ولا يهمك ولا يهمك، معلش. ايه اللي جه في رجلي ده يا سفيق؟ مفيش حاجه. الله، امال ايه مالك يا سفيق؟ انت مش مركز ليه النهارده كده؟ عايزك تركز شويه. مالك؟ انا مش فاهم في ايه؟ مش فاهم في ايه؟ فردة الشراب الثانية. بنطلون. النهارده حوادث ولا ايه؟ انا مش فاهم. اتفضل. لابس بلندز ده، احنا كاننا بنتخانق يا اخي، بنتعارك. انا ما اعرفش النهارده في ايه. اهو. ركبتي هتضيع مني يا ناس. ركبتك انت؟ ده انا اللي عينيا اللي كانت هتضيع. سفيق انت في حاجه النهارده مش مظبوطه فيك. يلا سفيق مش طلع ده بقى.
البس البنطلون. لبس ده لبس. ايه ده في ايه؟ ايه ده في ايه؟ في ناموس في البيت ولا ايه؟ الله فاهم والله. جزمه فين بقى؟ اهي الجزمه ايه بعد الهال. خلصني خلصني. اتفضل. البيت بيقع يا سفيق. هناك زلزال. ايوه هم دول. الحمد لله على السلامة. احنا وصلنا الأرض ها؟ اه والله. السلام عليكم يا عواس. وعليكم السلام يا ست صباح. صباح الفل. قولي بقى يا أخويا، جهزت العود بأسامينا احنا الأربعة كمشترين زي ما اتفقنا بالنسب اللي اتفقنا عليها؟ كله أليستا يا ست صباح، ومجهزين ال 50,000 جنيه اللي هياخدهم نعناع بيه. وعلى فكرة المحامي ده قال لي على فكرة جهنمية خالص، قال لي هنكتب في العقود ثمن الأرض 7,000,000 جنيه عشان لما نيجي نبيع يبقى السعر ملهلب وعالي، وكمان عشان ما يحصلش رجوع في البيع وتفادي الغبن والسوريه. كنا ماضينا العقد في مكتب المحامي بدل المشوار الأسود اللي احنا فيه ده. يعني عايزني أبيع الأرض من غير ما أسم ريحتها وأودعها كمان يا سفيق؟ سيبني أودعها. فبقعد بقى. السلام عليكم. سلام عليكم. العقود. إنه في يوم الثلاثاء الموافق 25. لا لسه هتقرا يا سفيق. دي نمضي على طول. طب نمضي فين؟ قول لي بس. ثور لي. هنا اهو. هنا؟ كم؟ ما تقرا مكتوب كم في العقد يا سفيق ولا شوف. 50,000 جنيه يا استاذ. حتى الارض اللي حكينا عليا فيها. ده انت عصابه بقى. يلا نعناع عمدي خلينا نخلص. مش هبيع. ليه نعناع؟ في ايه؟ ببساطة كده أنا بايع الأرض ديت عشان خاطر بوسي. صاحبة الأرض لازم تبقى موجودة. بوسي بتخلص ورديتها متأخر، زمانها في سابع نومة. خلاص ما فيهاش حاجة، نخليها بكرة ما تزعلش يعني. ما تيجي معانا يا اخويا نعناع تاكل كوارع، اصلي نفسي فيها. انت عارفاني يا صباح ما بحبش الكوارع. يا ابني تعالى كل معانا لقمه حلوه. انا تعبان وعايز اريح. طب تعالى وصلك. لا انا عارف السلم سلمه سلمه. روح كل كوارع انت. كل كوارع. كان نفسي اطمن عليك. قمر؟ انت قمر؟ ايوه قمر. مالك في ايه؟ عينيها بقت حمرة، شعرها بقى مكتكت، وشها بقى عليه غضب ربنا من كتر المشي الوسخ اللي بتمشيه. يا عربي مالك يا استاذ نعناع؟ باين عليك تعبان. تعال تعال ارتاح عندنا لحد ما ارجع. اتفضل 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 يا استاذ نعناع. بقالك كتير ما اكلتش من ايدي فول. اتفضل اتفضل. اعمل لك شاي ولا قهوه ولا ينسون؟ اي حاجه يا قمر اي حاجه. يبقى هعمل لك شاي. ثانيه واحده. قمر يلا. بتاخدي كام؟ اقل من 200 جنيه ما ينفعش. والله تستاهل. الاقي بقى ورايا شغل. ازيك يا نعناع يا ابني؟ ازيك يا حاجه؟ ما شاء الله ما شاء الله، وشك نور كتير عن زمان. يوجتك ايه يا نعناع يا ابني؟ دايما تتريق على نفسك كده وكانك شايف. ما
لا قولي لي يا حاجة. ايوه. ايه اللي انا ماسكها دي؟ دي ما كانت خياطة اشتريتها قمر عشان تاكل عليها عيش بدل بهدلة المشغل ورجوعها متأخر بالليل. خبته ليه بس من الأول؟ يعني هو السوق العيب؟ ما انت عارف يا ابني ما حدش بيسيب حد في حاله. وعلى كده قمر بيجي لها زباين كتير، كلهم ستات حليوي ومعاهم رجالتهم مراكز كبيره. اصل قمر ايدي هتتلف في حرير. الشاي يا استاذ نعناع. سامحيني يا قمر، مش عايزك تزعلي مني. وازعل منك ليه بس؟ انا الظاهر تعبان شويه وعايز اروح استريح. طب مش هتشرب الشاي؟ بعدين يا قمر. استاذ نعناع. ايوه يا عمر. استنى لما اوصلك. لا ما في داعي تتعبي نفسك، انا عارف الطريق كويس، استريحي انت. مع السلامه. ايه اللي وقفك هنا؟ ما دي المستشفى اللي شغاله فيها بوسي. على مالك يا استاذ؟ هي دي المستشفى؟ ايوه يا استاذ. في ايه؟ وبوسي ممرضه في المستشفى دي؟ ورديتها خلصت وزمانها خارجه. تعالي معايا النادي يا ساميه، انا محتاجك قوي. الوقت بكره. بكره ايه؟ هو كل ما الراجل ده يجي بالحته دي تقولي لي بكره؟ ده خطيب يخرب بيتك يا نفسي. ماشي يا بنت لوكس ماشي. مضيت عقود الارض. بكره. مساء الخير يا نعناع يا حبيبي. انت بوسي؟ ايوه يا نعناع يا حبيبي. انت ملاك الرحمه. في ايه يا نعناع؟ تضحك على ايه يا نعناع؟ بضحك على خيبتي، على روحي. بضحك عليك لما عرفتك على حياتك. ونعمة كنت عندي اطهر بكتير، يا ريتني ما كنت فتحت. يا ريتني ما كنت فتحت. نعناع استاذ. نعناع هو حد يجي جنبي، مش عايز اشوف وسط حد فينا. استاذ هو انت بتطلع لي منين؟ هو انت اللي بتطلع لي منين يا حاج؟ سامحني يا ابني والله ما شفتك. ده احسن حاجه في الدنيا انك ما تشوف. انا كمان مش شايف. هو انت كنت بتشوف؟ ورجعت تاني ما بثوف. اللهم صل على النبي، الحمد لله ان انا ما بثوف. الحمد لله ان انا ما بثوف. انت فرحان انك ما بتشوفش؟ طبعا فرحان اني ما بثوف. هتشوف ايه في الدنيا دي غير كذب وخداع وناس بتضحك على ناس؟ كله بيكذب على كله. كله بيكذب على كله. العمى ارحم بكتير. العمى أرحم بكتير. أقسم برب العزة أرحم بكتير، وعز جلالة الله أرحم بكتير، والمصحف الشريف أرحم بكتير، والله العظيم ثلاثة أرحم بكتير. أنا كل عمري بحب